بنرحب بيكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه، وبنرحب بخبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. ربنا يخليك يا كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامة عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. نور يا كابتن، نورنا. الله يخليك. مبروك النادي الاهلي، مباراه صعبه ويعني ومهمه جدا جدا جدا، هارد لاك لنادي الانتاج الحربي. قبل ما نروح للمباراه كابتن وطاقم التحكيم، هتكلم في حاجتين مهمين جدا كابتن اسامه. البعض قال لي الوقت الضايع، خلي بالك الوقت الضايع. لو قلنا الشوط الاولاني احنا الحكم حسب 4 دقائق وقت ضايع، طبعا ده كان قليل قوي قوي، ان احنا عارفين ان في 2 لعيبه من الانتاج لما صدموا في الراس ده تقريبا استغرق 4 دقائق بس لوحده. عندي كمان مروان محسن لما حصل ان هو في لعبه برضك بالراس اخذت 2 دقيقة، يعني مش اقل من 6 دقائق في الشوط الاولاني. كابتن ايمن انا الكلام ده محتاجه للشوط الثاني، لان هم قالوا الشوط الثاني 6 دقائق كتير. لو رحنا للشوط الثاني، الحكم ادى 6 دقائق يا كابتن اسامه، يا كابتن بلال، يا كابتن شريف، يا كابتن عادل، وقت ضايع في الشوط الثاني. 6 دقائق دول حصل فيهم يا كابتن عادل حارس المرمى وقع كم مره؟ بالظبط كذا مره، 5 مرات. وقع كم مره؟ ده انا حاسبها له هنا. وخد انذار ولا ما خدش؟ خد. وخد انذار ليه؟ لتعطيل، تعمد او لاضاعه الوقت. مظبوط. اذا هل من المعقول النهارده 6 دقائق يتحسب 6 دقائق ولا يتضاف الوقت اللي ضاف اللي ضاع في 6 دقائق؟ مظبوط. ده عامه على الحكام كلها، ده المفهوم اللي لازم الناس تعرفه كابتن اسامه. انا مش معنى ان دي 6 دقائق يبقى انا انهي الوقت في الدقيقه 96، لان هنا حارس المرمى هنا حصل ان سقوط مرتين بدون داعي وخد انذار عليهم، ودول تقريبا كانوا كمان 2 دقيقة، يعني كنا المفروض احنا نمشي لحد الدقيقه 98. على الرغم ان الهدف جه في الدقيقه 93، يعني في الوقت اللي هو الاصلي الطبيعي. دي حاجتين مهمين. الحاجه الثانيه نتكلم على الحكم الدولي محمد معروف. هو ما عندوش اخطاء مؤثره قوي في هذه المباراه، ولكن انا بس هقول يمكن لجنه الحكام المحترمه، طبعا كلهم زمايلي محترمين، الكابتن وجيه موجود، والكابتن فهيم، والكابتن محمد فاروق، والكابتن ايمن دجيش. انا بقول بس نرفع الضغوط على الحكام يا كابتن شريف. محمد معروف اخر مباراه ليه كانت مباراه غزل المحله اللي النادي الاهلي خسر فيها بهدف مقابل لا شيء. المباراه دي يمكن كان فيها اخطاء تحكيميه اثرت في نتيجه المباراه. 2 بنالتي فيها كان في بين محمد هاني، وكان في فرصه واضحه لتسجيل هدف ما طردش فيها. الفار هنا ما جابش الحكم في اللعبتين، في ركله جزاء محمد هاني، وما جابش الحكم في الفرصه الواضحه. وهدف والهدف اللي جه مشكوك في صحته، لان هو كان هدف كان فيه تسبقه مخالفه. كابتن احمد انا عايز اقول يعني اوصل ايه، كل حكامنا زي الفل، ونجح حكام طبعا مشكوره، ولكن انا مفروض ان انا ارفع الضغوط عن الحكم النهارده. محمد معروف النهارده جاي تقريبا بعد 84 يوم من مباراه الاهلي وغزل المحله. انت متخيل الحكم لما يكون عنده ماتش فيه شويه مشاكل هيجي النهارده؟ اكيد بيبقى مضغوط نفسيا. كابتن بلال اكيد طبعا نراعي الحته دي، ان احنا عندنا حكام على اعلى مستوى، والنهارده التوقيت يا كابتن شريف يعني التوقيت النهارده والنادي الاهلي والفرق اللي بتنافس والفرقه اللي بتنزل مش مستحمله حكم يجي وهو نفسيا عنده مشاكل تحكيميه. دي نقطتين مهمين جدا جدا، لان المسابقه يا كابتن ايمن اللي جاي صعب. انا قلت الكلام ده، ولكن اعتقد ان لجنه الحكام قادره في الفتره اللي جايه اللي هي تعين الحكم المناسب اللي عنده الشخصيه اللي عنده القدره ان هو يعدي في المباريات اللي هي اللي جايه. نروح لطاقم التحكيم. كان عندنا الدولي محمد معروف حكم الميدان، كان عندنا على الخطوط مصطفى حسين المساعد الاول، والمساعد الثاني المتميز ابن اسيوط محمود عبد السميع، وعندنا حكم رابع طارق سامي، على الفار محمد احمد عباس، وكان مع احمد جمال. هنروح للحاله الاولى، نشوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا ونشوف. لا هنا بنشوف هنا مين اللي نجح في لعب الكره كابتن شريف. اللي نجح مروان محسن. تمام. البعض هيقول لك اصل اللاعب طالع بيلعب بدماغه. لا لا ماشي لا. انا ما فيش مشكله طلع تطلع تلعب بدماغه، ولكن سوء تقديرك طبعا اي حاجه هنا في الوقت ده كابتن، لما يشوف ان الراس راحت في الراس
حتى بعد ما لعب مروان، حالة من الحالات المهمة جدا 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 الصعبة اللي كان من الممكن النهاردة احتساب ركلة الجزاء نتيجة الاصطدام اللي موجود من المدافع. بس يا كابتن وانا قاعد في التكييف على الكرسي بره مش صعبة. هتقول لي في حاجة مهمة جدا، يعني خلينا نتكلم دي الحالات الصعبة اللي ممكن ايه يا كابتن ايمن، انا بقول 50-50 ليه؟ البعض هيروح ليه؟ لان اللاعب كان في مسافة قريبة ماشي وطلع، وبالتالي لما سوى ربا ما عندوش إمكانية إن هو يعني يأخر نفسه، ولكن هتفرق الفرق ما بينها وما بين اللعبة اللي جاية بتاعت حارس المرمى اللي جاي من المسافة. كابتن أحمد شايف جاي بسرعة ما قدرش يلعب، وبالتالي حصل الدفع لمروان محسن. هو هنا عمل كونفيرم على طول على أساس إيه؟ ما أنا هقول ما أنا هعمل مقارنة ما بين اللعبتين كابتن عادل. أنا بقول دي حالة من الحالات اللي يعني هتبقى صعبه. هو عمل كونفيرم في دي ليه؟ لان هنا المدافع كان تقريبا ملاصق للاعب المهاجم، مش جاي من مسافه، مش جاي من سرعه، مش جاي من مسافه، وبالتالي كابتن هوري الفرق ما بين دي والحاله اللي جايه. نشوف الحاله اللي بعد كده. يعني انا بس السؤال هو لو حسب النهارده هنمشي مع القرار كابتن اسامه، خلي بالك لو حسب احنا بنعمل سبورت للحكم في الحالات الصعبه. نشوف الحاله اللي جايه. هنا حكم كان عادل ومفيش مشكله خالص عنده. هنا اشهر بطاقه مع محمد هاني، ما عندوش حسابات، وحد يقول ان النهارده الاهلي النادي الاهلي اتجامل في حاجه اطلاقا. النادي الاهلي النهارده بالعكس، هناك بعض الالعاب النهارده النادي الاهلي النهارده كان المفروض ياخد حقه، ولكن بنقول ان الاخطاء لم تؤثر في نتيجه المباراه. نشوف حاله من الحالات التميز للحكم المساعد محمود دولي. شوف كابتن، هنا عندنا لاعب في موقف تسلل اللي هو اصفر يمكن بجزء، وهنا ربط كويس قوي، هي لعبه ثابته او سهله، ولكن محمود عبد السميع النهارده كان متميز جدا صحيح. جدا في الربط، وبالتالي هنا اشار على التسلل. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. ده الفرق بقى كابتن اسامه كابتن احمد، اللي احنا بنقول احنا بنشرح تحكيم دون ما نيجي مع حد ضد حد، ولكن هنا بنشوف هنا حارس المرمى. نرجع في اللقطه اللي هي لايف نشوف واخد كام مسافه، كام نجري ستوب. هو جاي من مسافه تمام، ما قدرش كويس قوي اللعبه، وبالتالي انا هنا حاسبه ليه؟ لانك انت شايف الكره مش في المتناول، والكره برافو، والكره الله عليك يا كابتن احمد، وهنا تفرق كتير جدا 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 لما يكون الحارس جاي من مسافه وشايف كويس قوي والكره مش في المتناول، ومين اللي نجح في الكره؟ هو اللاعب المهاجم. وهنا ركله جزاء مليون في الميه صحيحه، وهنا الفار عمل كونفيرم على هذه الحاله صحيح. بحيي فيها طبعا الحكم صحيح. لم يتردد في احتساب ركلة جزاء صحيحة بدون كلام. شوف هنا اللعبة دي، واحنا شرحناها في المباراة اللي فاتت مع قفش أيوه. في هذا الاستوديو أيوه. وكانت النادي الاهلي بالظبط، وطلعت قلت يستمر اللعب. هذه اللعبة كابتن عادل، نرجع تاني بس هنقف ان اللعبة دي مهمة جدا عشان هما البعض طالب اننا في ركلة جزاء. في هذا الاستوديو الاسبوع اللي فات مع البنك الاهلي، قفش عمل دريبل وبيعدي، حصل اللاعب المدافع نفس الموقف انا قلت ما استخدمش يا كابتن ايده في اي حاجه، يستمر اللعب. انا هنا في هذه اللعبه نشوف يا جماعه، احنا مش بنعير بنعيب بمعيارين، ولكن اللي بنقوله هنا في قناه النادي الاهلي سواء على الاهلي او على اي حد بنقول بما يرضي الله، مفيش مشكله خالص. نشوف هنا مين اللي راح لمين يا كابتن احمد؟ المهاجم طبعا اللي راح. نرجع تاني وكابتن معروف خد بالك قريب جدا من الكوره يا كابتن، قريب منها وزاويه الرؤيه واضحه. بص يا احمد، انا بس هرجع لللايف ونشوف معروف هيدي الـ 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 يعني الاشاره من اول خالص. نشوف، يا ريت تجيب لي معروف وهو بيشاور بايديه بعد دي على طول. نرجع بعد دي على طول، اللي جايه اللي جايه اللي جايه بعد دي. ايوه بعد دي على طول. يلا ماشي 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 اوكي، هات لي اللعبه من اول. هناك شغال هنا. بص بس ارجع كمان، هات الحكم. الحكم يعني يبعد تقريبا 2-3 متر، يردتين تقريبا، واثق تماما من هذا القرار صحيح. يعني بيقول ايه؟ حتى انت يا فار ما تتدخلش بالظبط، دي حاجه رساله مهمه كابتن. ايوه مظبوط، يعني بقول له ايه من حسم في القرار. انا شايف ان هنا لا توجد مخالفه اطلاقا عشان ما تورطنيش وتدخلني في مشكله. انا شايف هو بيشاور بايديه ان هنا مفيش مخالفه، وبالتالي فعلا قرار الحكم معروف كان قرار امتياز باستمرار اللعب، لا توجد مخالفه. هذه الحاله حللتها لنادي الاهلي، قلت ايضا مفيش مخالفه لقفشه في المباراه اللي فاتت. نروح نمر والحاله اللي بعد كده. حاله مهمه جدا، البعض قال لك هو ايمن اشرف ما طردش ليه؟ طيب احنا قلنا الانذار الثاني الاثنين
لتعطيل هجوم واعد او لايه؟ لتهور. نشوف اللعبه يا كابتن. هو لعب عامل ايه يا كابتن هنا؟ يعني الفرود اللي يعني احمد بلال او اسامه او شريف او عادل، شوف لعب الانتاج، شوف السكوت هنا. بص يا كابتن، ده وقع قبل ما حد يجي. بص يا كابتن، هنا نيه السكوت موجوده عند اللاعب، لان هو عمل ايه؟ عمل الكره بزاويه عشان يعدي ويروح، هنا اختل التوازن. مظبوط. هرجع تاني، من غير ما يلمسه اي تلامس من ايمن اشرف في هذه الحاله. تاني، شوف ايمن اشرف رجليه على الارض، تلامس هنا ما فيش خالص، هنا السكوت كان موجود من البدايه، نيه السكوت لان هو مش هيلحق الكره، لان هو مش معدول في الكره بتاعته. كابتن ايمن مش معدول في كورته، هو عمل الحناء عشان يروح، سقط، وبالتالي هنا مفيش هنا بطاقه صفراء ولا في كمان مخالفه زاويه الرؤيه بتاعت معروف كانت احتسابها. البعض قال لك الله، طب ما هنا في انذار، ولكن انا شايف ان هنا مفيش مخالفه وهنا مفيش انذار. اعتقد ان كان هناك اختلاف في بنقول في احتماليه ركله جزاء لمروان محسن في البدايه. اتمنى اتمنى من لجنه الحكام المحترمه اللي جاي، يا جماعه صعب جدا جدا، الفرق مش مستحمله، النقطه مهمه جدا جدا، نراعي تعيين الحكام في هذه المباراه، الحكام اللي هم اكفاء عندهم القدره على ان هم يديروا مباراه بدون اي حسابات. اشكرك كابتن ايمن، وشكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده. الله يخليك كابتن. الله يخليك كابتن. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والانتاج الحربي والمؤجله من الاسبوع 26 للدوري المصري العام الممتاز، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-2. الف مبروك للنادي الاهلي، تمنياتنا بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله المباريات القادمه. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن، نورتنا وامتعتنا. شكرك كابتن ايمن، ومش عايزين اثاره ومتعه بعد كده، خلص بدري بدري. كابتن عادل عبد الرحمن، الف شكر يا كابتن، امتعتنا. الحمد لله الثلاث. الحمد لله رب العالمين. كابتن اسامه عرابي، الف شكر يا كابتن، امتعتنا. شكرا ومبروك، والحمد لله اللي جاي احسن ان شاء الله. كابتن احمد بلال، امتعتنا كالعاده، الف شكر يا كابتن. ربنا يخليكم، الف مبروك لذلك. الله يبارك فيك. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.